بالانحناء تقديرا وعرفانا لتضحيات وبطولات نسوة خلدهن التاريخ، فكان لهن الفضل في رسم معالم هذه المكتسبات، شهيدات ومجاهدات تعد قدوة للحاضر والمستقبل كعهد تصنعه اليوم وبكل براعة بنات وطن اللواتي يشاركن بوعي وبعزم في مواصلة صناعة أسس جزائر قوية وشامخة بإيمان بأنه لا مستقبل بدون تاريخ. لقد وثقت المرأة الجزائرية مسيرة نضالها في سبيل إقرار مكتسباتها عبر العديد من المراحل، مؤكدة قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرار الداعم لبناء مستقبل بلادنا، مع المثابرة لتعزيز حقوقها وتمكينها في شتى الميادين بشعار المشاركة، الحماية والتمكين، دون إغفال دورها في بلوغ أهداف عالمية سامية، لا سيما المشاركة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين عبر استذكار اعتماد القرار الأممي رقم 1325 حول الأمن والسلام، وهو ما تصب الجزائر إلى تجسيده من خلال عضويتها بمجلس الأمن عبر محاور الحماية، الوقاية والمشاركة.